ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. والحقيقة الفقرة اللي معانا دلوقتي مخصصة عن التغذية، وطبعا احنا بنحب نهني الإخوة المسيحيين بعيد القيامة وعيد صيام وعيد الميلاد أو صيام الـ40 يوم. وبمناسبة هذا العيد وبمناسبة بدء صيام الـ40 يوم هنقدم لكم النهاردة فقرتين، فقرة عن التغذية ازاي يصوموا الـ40 يوم وفي نفس الوقت التغذية بتاعتهم تكون سليمة جدا لجسمهم، وكمان هنديهم افكار جميلة لاطباق مميزة جدا تنفع لكل النباتيين وكمان الاخوة اللي بيصوموا الـ40 يوم. معانا ومعاكم النهاردة منورنا دكتور مريان اسعد، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. وكمان معانا شيف صلاح الشرقاوي، ازيك يا شيف؟ حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. هتقدم لنا النهارده بقى ايه للنباتيين وللاخوه المسيحيين؟ ان شاء الله باذن الله هنقدم لحضراتكم حاجه جميله جدا فيها جميع الوصفات الغذائيه اللي يحتاجها اي جسم. هنقدم ان شاء الله عشان اخواتنا المسيحيين طبعا كل عام وهم بخير، هنقدم والد روف سلط، ودي عباره عن تفاح اخضر وتفاح احمر وطبعا بصوص البرتقالي الجميل وصوص الليمون. وهنقدم برضو بيجا تابوس بالخضار، مكرونه بالخضار، شالنا برضو جميع الخضروات، حاجات جميله ان شاء الله هتعجب حضرتك باذن الله وكل عام وهم بخير ان شاء الله. وحضرتك طيب، طبعا هنسيب الشيف يجهز لنا الحاجات الجميله اللي اتكلم عنها والاطباق المميزه جدا جدا اللي تنفع للنباتيين وايضا للاخوه المسيحيين في الصيام بتاعهم، وبتبقى مليانه عناصر غذائيه جميله. هنرجع لدكتور مريان، نورتينا يا دكتور. في البداية دكتور قولنا، هل الامتناع عن المصادر الحيوانية لمدة 40 يوم بيبقى ليه تأثير سلبي وسيء على الجسم؟ أكيد لأ طبعا، لأن هو الإنسان في الأساس كان نباتي قبل ما يكتشف الصيد أو قبل ما يبتدي يصطاد، كان الإنسان في الأساس نباتي. والدليل على كده أنه أقرب حيوان لينا هو القرد، كل أنواع القرود نباتية، مفيش أي قرود بتاكل لحوم، فهو ده أقرب شكل أمعاء للأمعاء بتاعت الإنسان. آه سبحان الله. طيب يا ترى ايه هي بقى المصادر النباتية اللي انا ممكن اعوض بيها احتياجي للبروتين الحيواني؟ المصادر النباتية حضرتك جايبة لنا بقى يعني بصي يعني جاية صوت وصورة، فجايبة لنا بقى حاجات جميلة. احنا عندنا خمس عناصر مفيدة هي اللي موجودة في اللحوم، اللي هي البروتين، الكالسيوم، الحديد، فيتامين دي، والبي 12. اوكي هنتكلم الاول على البروتين. البروتين طبعا احنا عارفينه موجود في البقول، موجود في اللوز، موجود في الطحينه، موجود في الصويا. بعد كده الكالسيوم، طبعا الكالسيوم زي ما هو موجود في اللبن هو موجود برضو كمان في لبن جوز الهند. أوكي. ولبن اللوز موجود، في لبن الصويا، لبن الرز والشوفان، موجود برضو في المكسرات. بعد كده في الفيتامين دي، ده ابسط حاجه فيهم، ده احنا بنستمده من الشمس، مش محتاجين اكتر من ربع ساعه في الاسبوع عشان نبقى خدنا احتياجنا الاسبوعي من الفيتامين واحنا ما عندناش اكتر من الشمس. اه طيب هو احنا محتاج، اتفضلي لسه. وفي الحديد، الحديد طبعا احنا عارفين موجود في السبانخ، في البتنجان، في البنجر، موجود برضو في البقول، موجود في الطماطم، وفي برضو البي 12، بس ده الوحيد اللي مش موجود في صورة نباتية. ده في منه صور كبسولات كتيرة جدا وحقن كتيرة جدا، ومعظم الناس حتى لو بتاكل لحوم بتحتاج أحيانا تاخد بي 12 اللي هو مقوي الأعصاب. أكيد أكيد. طيب يا دكتور، إحنا جسمنا محتاج يعني كم في المية من البروتين؟ تمام، هو الإنسان العادي بيحتاج 8.8 جرام لكل كيلو جرام من وزنه. يعني لو حد وزنه 60 كيلو هيحتاج 48 جرام. 48 جرام دي حته كميه صغيره جدا. يعني زي مش زي ما احنا محتاجين، متخيل نجيب بقى حله ومليانه. كل اللي محتاجينه كميه صغيره جدا. الرياضيين بيحتاجوا يوصل ل 2 جرام للكيلوجرام. وبرده ممكن يستمدوهم من الاكل، بس احيانا بياخدوا طبعا واي بروتين وحاجات فيها بروتين اكتر شويه. جميل. طيب بما ان بقى حضرتك موجوده معانا اتكلمنا عن نسبه البروتين اللي الجسم محتاجها، طب احنا بقى عايزين نمسك العناصر الغذائيه الثانيه عنصر عنصر، يعني مثلا الحديد، الكالسيوم، فيتامين زي، ازاي بناخد احتياجاتنا منهم من النباتات؟ احنا زي ما قلنا هم متوفرين في كذا صوره، يعني هم متوفرين زي ما قلنا البروتينات هي متوفره في البقول اللي احنا أوكي. بناكلها في الصيام. ممتاز. متوفره في اللوز، حلو، متوفره جدا. في الصويا اللي هو الدكتور التوفو. جايبه لنا اهو معاها.
ايوه اللوز جميل والبقول العدس والفول والحمص تمام مجموعه البقول لوبيا ممتاز في طبعا كمان الحديد احنا عارفينه السبانخ موجود في السبانخ موجود أيوة. في البتنجان في البتنجان جميل موجود كمان في الطماطم وفي المكسرات في الطحينه اللي هو السمسم حلو قوي في الكالسيوم الكالسيوم موجود في لبن جوز الهند او لبن الصويا لبن اللوز في لبن رز ولبن شوفان برضو وهم بيبقوا ضايفين كمان عليهم فيتامينات الالبان دي في الفواكه المجففه كالسيوم وعلى فكره هو عموما في تقريبا 60% من الناس عندها لاكتوز انتولرنس ما عندهاش الانزيم اللي بيهضم السكر بتاع اللبن فعلا فعلا بس مش كل الناس عارفه ان هي عندها كده صح بس فده طبعا حل بديل كويس جدا اديك اكيد طب ده متوفر يا دكتور موجود متوفر في كل الاماكن متوفر في اي سوبر ماركت جميل جدا طيب كلنا طبعا خايفين من موضوع كوفيد 19 وكورونا ودايما العالم كله بيتكلم عن ان في موجه تانية من كورونا ربنا يعافينا جميعا عايزين بقى حضرتك كده تدينا روشته ازاي نقوي مناعتنا استعدادا لهذا المرض الخطير تمام هي منظمه الصحه العالميه نزلت بيان بكل الحاجات اللي ممكن تقوي المناعه وتحمينا من كوفيد 19 اهم حاجه طبعا فيها ان احنا ناكل اكل متوازن اكل متوازن ده مش معناه ان احنا ناخد كل الحاجات بنفس الكميه زي بعض ده معناه ان احنا ناكل من النشويات مثلا كوبايتين الا ربع كوبايتين الا ربع اللي هو رز او مكرونه او عيش من البروتين كوبايه ونص لا ثواني كوبايتين الا ربع للشخص لليوم كله يعني الفطار والغدا والعشاء باخد النشويات اذا كانت رز اذا كانت مكرونه او عيش او بطاطس او بطاطا على مدار اليوم ما تعديش كوبايتين الا ربع طب الكوبايه ما هو في مج وفي كوبايه حضرتك لا يعني الكوبايه اللي هي العاديه كوبايه العاديه ايوه لان انا عندي مج لا لا تمام اوكي وبعدين البروتين مش اكتر من كوبايه ونص زي ما قلنا البروتين طبعا ده بيقع تحت البقول زي ما قلنا اللحوم الفراخ والسمك وطبعا لو هنقسم بعيدا عن الصيام يعني هنقسم اكلنا في الاسبوع المفروض اللحمه تبقى مره واحده في الاسبوع لان هي اعلى واحده فيهم في الدهون الاسماك تبقى مرتين والفراخ تبقى مرتين او ثلاثه بعد كده كنا بنقول كمان في حاجات بتزود المناعه زي طبعا احنا عارفين اشهر حاجه فيهم هي فيتامين سي بالظبط فيتامين سي اللي هو موجود في البرتقال وفي الليمون في الفلفل الاحمر في الكيوي دي اشهر مجموعه فيهم طبعا ان هي بتعزز المناعه وبتحمي من البرد في كمان مجموعه اللي هي الحاجات الورقيه الخضراء زي السبانخ زي البروكلي الحاجات دي بيبقى فيها مضادات اكسده مضادات الاكسده طبعا هي بتحمي من امراض كتيره جدا من ضمنها طبعا كوفيد 19 طبعا عندنا مجموعه هي مش معروفه قوي بس احنا هنقدر نربطها دلوقتي الكركم والجنزبيل والفراخ ايوه لو تفتكري احنا امهاتنا دايما كان اي حد يعيا بيعملوا له شوربه فراخ الله عليكي فعلا هو الحقيقه انه فعلا الفراخ بتنزل مضادات حساسيه مضادات حساسيه أيوة. زي الادويه اللي احنا بناخدها عشان تقلل الاحتقان والحساسيه في الجهاز التنفسي هي فعلا مفيده في البرد جدا تمام في كمان فيتامين اي بيبقى موجود في المكسرات زي اللب السوري وزي اللوز دول فيهم فيتامين اي وفي كمان طبعا احنا عارفين دايما بناخد الاعشاب الدافيه الجنزبيل النعناع اليانسون الشاي الاخضر كل الحاجات دي طبعا انه يبقى الجهاز التنفسي رطب بيقلل فرصه الاصابه بالعدوى جدا ممتاز وبنضيف على كده شرب الميه البني ادم محتاج 8 كوبايات في اليوم احنا لو افتكرنا بس ان احنا قبل كل وجبه نشرب كوبايتين ميه هنبقى خلاص امننا نفسنا انه جهازنا التنفسي على طول رطب ممتاز برضو من الحاجات اللي احنا دايما بنتناساها الرياضه ايوه احنا محتاجين يعني طبعا كل واحد بالصوره اللي تريحه يعني مش لازم ان احنا نروح الجيم عشان نعمل رياضه يعني ممكن ان احنا حتى نتمشى في ناس تحب تتمشى في ناس بتحب تجيب عجله في البيت او مشايه في ناس بتحب انها تولع فيديو وتقعد تعمل رياضه في البيت كل واحد بيشوف الطريقه اللي تناسبه بس هو اهم حاجه ان احنا بنبتديها بالتدريج بنبتدي مثلا مره نص ساعه ثلاث مرات في الاسبوع ومع الوقت بنبتدي نزودها ممتاز ممتاز
هنقول برضو ان احنا لو نقلل السكريات اي حاجه بتزيد عن حدها بتبقى خطر على اكيد بالنسبة. اكيد الاعتدال في كل شيء. ربنا مش خالق الجسم يقدر يتحمل كميات سكر كبيره ولا كميات دهون كبيره ولا كميات ملح كبيره، فالمفروض ان احنا السكري الحلويات دي نبدلها بالفاكهه، الدهون زي السمنه والزبده والمارجرين والسمنه الصناعي نبدلها بالزيوت الطبيعيه، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد شمس. كمان الاملاح المفروض انها ما تزيدش عن معلقه صغيره في اليوم، اللي هي رشه على كل وجبه، ما تزيدش اكتر من كده. الفتره اللي احنا فيها دي بالذات اهم وقت ان احنا نبعد عن الاكل بره البيت. تمام. لو مش بس علشان الدهون العاليه اللي فيه والاملاح العاليه اللي فيه، هيبقى لانه احنا طول اليوم بنغسل ايدينا ونلبس الماسك وفي الاخر بنروح ناكل اكل احنا لا عارفين بالزبط. هو مغسول ازاي بالزبط. ولا عارفين المتسوي ازاي، متسوي كويس ولا لا، فهو ملوش معنى طبعا يعني. تمام يا دكتور. تمام. حضرتك طبعا اديتينا روجيتا هايله لزياده المناعه. طيب انا لو مناعتي متميزه وواخده ماشيه على السكيدجول اللي حضرتك قلتيه كله ولكن نفسيتي مش تمام، هل ده ليه علاقة؟ أكيد الحالة النفسية من أكتر الحاجات اللي بتأثر على مناعة البني آدم، بتأثر على جسمه كله. يعني أنا في حالات كتيرة شفتها بيظهر عليها أعراض مختلفة خالص، سكر وضغط، وبيبقى مش بيستجيب للعلاجات ولا بيستجيب لنزول في الوزن. أكيد. ولما بتتكلمي معاه بتعرفي إن هو تحت ضغط أيا كان إيه الضغط ده. الحالة النفسية بتأثر جدا على بني آدم، وفي الظروف اللي احنا فيها دي طبعا الفيسبوك اتحول لصالة عزاء جماعية بالظبط. يعني لازم ان احنا ما نعرضش نفسنا لضغط طول اليوم، ما ينفعش ان احنا طول اليوم نبقى بنتعرض لأخبار وحشة والضغط في الشغل ونسيب نفسنا نتساق في الموجة دي خالص، يبقى لازم نحاول نطلع نفسنا من المود الوحش. يعني الواحد لو لقى ان هو سمع حاجات كتيرة ضايقته المفروض ان هو يحاول يتفرج على حاجه بتبسطه او يعمل حاجه بيحبها، يرسم، يسمع موسيقى، يشوف اي حاجه يغير موده بيها، لانه ان الواحد يبقى مبسوط ده فعلا باختياره هو. طبعا يا دكتور طبعا. بجد دكتور مريان افدتينا وبنشكر حضرتك من القلب. كل المشاهدين اللي حابين يتواصلوا مع دكتور مريان، طبعا هي قالت لنا معلومات قيمه جدا، اللي حابب يتواصل ويسال اكتر دكتور مريان أرقام التواصل موجودة على الشاشة أمام حضراتكم الآن. بنشكر حضرتك دكتور مريان أسعد، ونتمنى حضرتك توعدينا بحلقات تانية، وهنطلع لكم فاصل ونرجع على طول.